امور سريعه جدا خاصه بالتحكيم، وزي ما قلت لكم يعني الموضوع مش مساله فلان بيضغط او فلان يعني جاي على الحكام شويه او جاي ما اعرفش على مين شويه او بيحسب ايه شويه او لا، الموضوع حقيقه وصور قدامنا. اللي بيتصدروا المشهد، الثلاثه اللي بيتصدروا المشهد ومعاهم الزمالك او الرباعي اللي معاهم الزمالك، سواء كان الاهلي، بيراميدز، الانتاج، الزمالك. الاهلي اخطاء تحكيميه مش طبيعيه في مباراه الاسماعيلي، بنالتي وليد ازارو، ادي نقطتين. عندك مباراه وادي دجله بنالتي خدنا الثلاث نقاط. عندك الانتاج الحربي بنالتي وجول، ادي كمان نقطتين. فانت بتتكلم في اربع نقاط فقدهم بسبب اخطاء تحكيميه، واحنا لسه لعبنا خمس مباريات بس. الانتاج الحربي تعادل مع بيراميدز بهدف لبيراميدز كان تسلل لو تتذكروا، فبرضه يعني كان عنده اخطاء تحكيميه واستفاد من الاخطاء التحكيميه في مباراه الاهلي، استفاده طبعا كبيره جدا. بيراميدز النهارده يعني اتضر من التحكيم بكورتين طبعا سهلين جدا جدا جدا، جول لكينو في الشوط الاول في الدقيقه 41 وبنالتي لكينو في الشوط الثاني، برضه النهارده بيفقد نقطتين. فكل ده خلانا نقول الكلام اللي بداناه في حلقتنا النهارده، يا رب يجعله اخر باذن الله، يجعله اخر يا رب. اوكي، بعد الفاصل اللي جاي ان شاء الله الرحمن هيبقى معانا ومعاكم حاجه حلوه جميله من الزمن اللي فات، من القرن الماضي، القرن العشرين والقرن الواحد وعشرين. وهيبقى عندي سؤال بعد ما تشوفوا سداسيات الاهلي، بعد سداسيه مصر مع النيجر وسداسيه اسبانيا مع كرواتيا، اليكم سداسيات الاهلي في القرن ال19 والقرن ال21. وكمان يعني انا مش هقولها، قوي الملاحظه هيشوف الاهلي حقق السداسيه في القرن العشرين والقرن ال21، يعني حقق السداسيه في القرن ال20 على مين وحققها مع نفس الفريق على مين. اعرض يا ابني. سلامه سمره. طيب خلينا نقراها مع بعض كده سريعا. بنقول الحاجات دي عشان الاجيال، عشان ما حاجاش تتنسي، ما فيش حد ينسى حاجه، لا يعني ما حدش يقول كان زمان، هو كان زمان وهيفضل ومستمر مستمر مستمر باذن الله تعالى. 25-26 الاهلي بيفوز على الزمالك في كاس السلطان حسين 6-0. الاولمبي سنه 28 بيواجه الاهلي وبيخسر منه 6-1. المختلط الجديد بيخسر من الاهلي سنه 30 6-1. المختلط الجديد كان زمان في كاس الجمهوريه او دوري الجمهوريه او دوري المنطقه، ساعتها كان بيبقى له اسم، يعني كان من حقك تشارك بفرقتين، يعني دوري مش الدوري العام، الدوري العام كان سنه 48، لكن ده كان ما قبل ال 48 كان ممكن تشارك بفرقتين. الاهلي كان بيشارك بفرقه اسمها الاهلي، الفريق الاحمر والفريق الابيض، تمام. الزمالك كان بيشارك باسم الزمالك والمختلط الجديد. الزمالك باسمه وفرقته الاساسيه سنه 25-26 خسر من الاهلي 6-0. سنه 30 بالفرقه الثانيه بقى، الفرقه اللي هي به بالنسبه للزمالك، خسر من الاهلي 6-1 سنه 30. ستانفورد شير ده كان يعني فرقه تبع الجيش الانجليزي، سنه 31 خسرت من الاهلي 6-1. والاسماعيلي سنه 32 خسر من الاهلي 6-0. سنه 39 الاهلي كسب الترسانه 6-1. 39 في نفس السنه دور تاني الاهلي كسب الترسانه برضو 6-2. يونان القاهره 6-2 خسر من الاهلي سنه 39. النادي النوبي خسر من الاهلي سنه 40 6-2. الترسانه خسر من الاهلي سنه 42، يبقى النادي النوبي سنه 40 اسف 6-2. الترسانه 6-1 سنه 42. 42 الاهلي بيكسب بني سويف 6-2. سنه 46 الاهلي بيكسب الاسماعيلي 6-0. سنه 50 الاهلي بيفوز على الترسانه 6-0. سنه 56 الاهلي بيفوز على الترسانه 6-1. سنه 56 الاهلي بيفوز على السكه الحديد 6-0. سنه 57 الاهلي بيفوز على المنصوره 6-1. سنه 58 الاهلي بيفوز على السكه الحديد 6-1. سنه 59 الاهلي بيفوز على الترسانه 6-3.
سنه 59 الاهلي بيفوز على الاتحاد 6-2، سنه 63 الاهلي بيفوز على بني سويف 6-2 او 6-0 كان الاتحاد اسف مش 6-2. سنه 75 الاهلي بيفوز على مصنع 36، ده كان فرقه كويسه على فكره، مصنع 36 الاهلي بيفوز عليه 6-0. 75 برضو الاهلي بيفوز على المنيا 6-0، مصنع 36 سنه 76 بالاهلي بيفوز عليه 6-0، طنطا سنه 76 بيخسر من الاهلي 6-0، 77 الاهلي بيفوز على الاولمبي 6-0، 82 بيفوز الاهلي على الاولمبي بنفس النتيجه 6-0، ليوبارز الكيني الاهلي بيفوز عليه سنه 87 6-0، الاهلي بيفوز على المنصوره 6-0 سنه 90، سنه 96 الاهلي بيفوز على الالومنيوم 6-1، 97 الاهلي بيفوز على الاسماعيلي 6-0، سنه 2000 الاهلي بيفوز على الترسانه 6-0، سنه 2002 الاهلي بيفوز على الزمالك 6-1، 2002 الاهلي بيفوز على الزمالك 6 واحد سنه 2004، وفيلا الاوغندي بيخسر من الاهلي 6-0 سنه 2005، وهي نفس النتيجه اللي خسر منها الاسماعيلي سنه 2005 برضه من الاهلي 6-0. 2005 الاهلي بيخسر، الاهلي بيفوز على الاتحاد 6-0. طهطه في الكاس بيخسر من الاهلي 6-1 سنه 2015. الالومنيوم سنه 2016 في الكاس بيخسر من الاهلي 6-0. النجم الساحلي في الدور قبل النهائي سنه 2017 بيخسر من الاهلي 6-2. دي كانت حصيلة سداسيات الأهلي عبر تاريخه، سداسيات الأهلي عبر تاريخه. عندنا وثيقة اللي هي جامعة في كأس السلطان حسين اللي بتقول إن الأهلي كسب الزمالك 6-0. أنا عايز أجيبها من عندي برضو، خلينا إيه عشان نبقى ماشيين زي الفل كده، خليك عارضها، تعالى يا نوفمبر كنت فين يا نوفمبر، على يا نوفمبر. طيب نطلعها من حته تانية. طيب هي على الشاشه. اوكي اوكي ثانيه واحده. الجريده دي كان اسمها الالعاب، جريده رياضيه، كان رئيس مجلس ادارتها او صاحبها كمان كان اسمه محمد جاهين. الكلام ده كان في 12 فبراير 26، تمام، الموافق يعني سنة 39 ايه في هجرية، او اسف مش 39، 29 شهر مش قادر اقراه من هنا، سنة 1344 جريدة الالعاب، جريدة رياضية. ماشي، 40 سداسية للأهلي في جميع البطولات، أرقامهم 21 في الدوري، 40 سداسية 21 في الدوري العام، كأس مصر 7 مرات، دوري القاهرة 7 مرات، كأس السلطان حسين مرتين، دوري أبطال أفريقيا مرتين، أبطال الكؤوس الأفريقية مرة واحدة. أوكي قبل ما